السلام عليكم، انتم مش حالكم لاباس؟ ياك العافية. شو مواصلين؟ ياك لاباس جماعة، في صوت والله. صوت مسموع والله. جماعة، صوت مسموع والله. بون، بسم الله. هذا يعود تكميل للبث الماضي اللي تكلمت لكم فيه عن واحد قال له تحيد ولمانو، راجل عنده 61 سنة، مغتصب طفيلة قريبة عندي، عنده 6 سنوات أو عفوا 8، ووجهت له النيابة العامة في نواكشوط الجنوبي تهمة الاغتصاب ومشيت لقاضي التحقيق اللي زاد هو اتهمه وودعوا للحبس. بعد أقل من شهر قيم ما شبعت قال له قوة الاتهام وطلستو ولا طعن في المدعي العام في قتل صار، ونحن كطرف مدني ما نقدو القانون ما وعطينا عننا نطعنو قدام ذيك القوفة وخال وذاك هو قاعد في دار وفي عرفات. هذا الأسبوع الماضي عدلنا وقفتين ولا جابوا ما جابوا نتيجة، عدلنا واحدة قدام العدالة وعدلنا واحدة ثانية قدام الرئاسة، ما خلي شيء. هذا المادة ما تليك يرجع الحبس، ما هونين يحاكم، إنني يعدل تعدل برامج وجلسة المحكمة الجنائية، والمحكمة الجنائية تحكم عليه ولا تقص. لكن على كل حال بعد ما تليك دي نحكم، ما هونين يحاكم بيدي مدعي العام، ما طعن في ذاك العدل القاضي التصل يواجع. لكن الأسبوع نحن نعرف عن القضايا برمجتهم بسيطة في المحاكم، بيدي الخلق اللي شفناه هون نحكم يوم الاثنين ويحاكم يوم الاربعاء. انا مادم ما جلست وما برمجت ولا شفت اخبار برمجت بيدي تبان ذيك القوه اللي قابلت وطرست من الحبس. هو متهم بالاغتصاب من طرف النيابه العامه ومحبوس في حاني محكمه، ذيك القوه اللي طرسته تبان هو اللي حايله دون برمجته في المحاكمه، اللي هو بكل بساطة قوة الاتهام تودي ملف القاضي التحقيق والقاضي بامشو المحكمة، الملف مثلا شغل الاتهام حسب القانون المحامي، وبالتالي بامشتو ما تخلي قاعدك إذا يموت فيه نعم. نحن نقول وجه رسالة واضحة وبسيطة جدا وذوك الناس اللي طارسين دحيل والمانو، عن ما لنا لهنا نساوي القضية وما هي اللي تبرد فينا، مازلنا عندنا نفس الإحساس اللي عندنا يوم اغتصاب طفيلة القاصر اللي عندها 8 سنوات. يعرف دحيل والمانو عن نواف مد ما هي تسكتف فامها ولا هي تبذل الغالي والنفيس، إياك يرجع البلو الطبيعي اللي هو السجن، بدلا من نحكم يحقق معاه هي كان قد اغتصب سابق الطفيلة وهي كان في محالات اهلا ما شكا ولا هيك دعوا قاع اهلهم ما علموا الاغتصاب اللي خلق نحكم ونطلص. نحن دولتنا وقضاءنا الشامخ يطلص رجاج متهم باغتصاب حوية مؤقتا قالوا قيس داو مشي بون اغتصب مرة ثانية، هذا هو معناه بكل انت هو قال لو انه قعدت له محكمة وقالت عنه بريء وطلصته لقى حد يمسح له وجهه، رجاج متهم مازال متهم بالاغتصاب ومعالج بادي بيت بروفيزوار، ياك يوخر يمارس حياته الطبيعية وقيس داو، هذا مو طبيعي. بدي هذا النادم الصبح قد اغتصب بدي اقعد عدى لحاله ما نعرفه له شيء، ونحن كأهل الضحية مستائين كامل استياء، معنا الله قاع نعتبر وصلنا عندنا مواطنين درجة ثانية، عندنا من تني جهة واحد ويغتصب ويفتح الباب قال له اخر انتم انطحوا الحيط انتم عيطوا، هذا اللي هو الخالق دحيل المانو يغتصب منكم ونحن نوخروا. هذا لعدها الناس الحاكمين مويتان فيهم حكماء والله فيهم عقلاء، يلا يعرفوا عن هذا ما يتواصل، يلا يعرفوا عن هذا ياسم نحكي نحاس الناس ونحكي نحاس المجتمع، يلا يقبلوا النادم يبقى موجود جلسة، ونحن دول لا شيء شفاف وعادل، والناس اللي شفتها تدافع عنه قبل ما يفهموا عن نحن اللي الأسرة اللي مختصبة منتها، ما هي النيابة العامة ولا هي قاضي التحقيق، نحن ما نتهمه هو اتهمته النيابة العامة هي اللي اتهمته، واللي حبسه ما هو نحن ما نحبسه، اللي حبسه قاضي التحقيق لدى محكمة نواكشوط الجنوبية، واللي يطلب حرية مؤقتة الأولى اللي أبى عنها قاضي التحقيق ووكيل جمهورية ما هو نحن، بالتالي الناس اللي ماشيين شابحين طبولتهم بالباطل نحن ما نحبسه ولا نطلصه، ونحن ما نجهت اتهام اللي اتهمته النيابة العامة واللي حبسه قاضي التحقيق واللي أبى عن حرية مؤقتة
النيابة العامة وقاعدة التحقيق، معهم نحن. بالتالي هذا الندم إياك ما يخلق لبس، ما زال متهم بالاغتصاب وما هو بريء، ما زال نفس التهم اللي انحال بها الحبس ما زالت موجودة، لا عنه اللي طالع مش جديد، لا عنه قاسم لا قاسم قفر من القضاة وعليها قاضي سيد يحيى وقبله طاه ليبرتي بروفيزوار. بالله عليكم شنو إحساس حد منكم عنده حد مغتصب ومازال متهم، هاتوا حاكم نعطى له حرية مؤقتة كي شي عنده مشاكل دينيين، والله أنا ما أدري عدى جريمة تمس المجتمع وتمس سلامة المجتمع. وش أنا بعد شخصيا شو عنهم يلا يوشحوا عيد الاستقلال بالطريقة اللي قدوا يطلصوه بها بالطريقة اللي يلا يلا يعطوه ميدالية عن مغتصب مننا، هذا لو نقدر نفهمه ما نفهم له ما هو عنهم شجعوه عليه بالنهاية طلصة، شجعوه وشجعوا المغتصبين كاملين اللي كيفوا. وانا الحمد لله هذه ما هي اول مره ما هو عنها لاقى يجي وقفت معاها فيتو قفت مع ياسم ضحايا الاغتصاب. انا عارف عن المغتصبين نوعين، فيهم نوعين احبس ولوكوا في الحبس، وفيهم نوع عنده ايادي في القضاء منهم دحيل المانو هذا ولوكوا وخال، ونتراجعوا الكتابات من يتم المختار اللي هي تقريبا منظمتها هي واحده من اكبر منظمات موريتان، ومنيتو شخصيا كانت مراقبه الموضوع وتفاجئت منيتو الحقيقه ما هي في موريتان وطلصته بعدنا ما صدقتها بدي هذا بالنسبة لها مستحيل مستحيل على مدى من قلصي بالطريقة اللي هي اللي قد يحانوا 6 شهر يحانوا سنة ما قدوا يصبوا لي أموا الله أموا كلك اللي هو واخر وخال مولي. والمدة الثانية القريبة عن النهارات الأولين مازال عندكم كوميسارية القضية جديدة معاه الناس حاصة علي ودافع عنه والعليات يصكوا قدام كوميسارية ما يستحاو عنهم جايين واقفين مع واحد مغتصب جايين مغتصب من تمدة جايين واقفين عندهم بوليس نهار الاول دافعوا عنه. وللامانه مشاو لنا يدور شد الاخبار لوك الامور القبليه وذاك الشيء، وقلنا لهم عندنا ما نستقبلوا عندنا نوع من القضايا ما نشدوا كاع اخبار وما نلقاو حد فيه عن هذا، ومستغربين مولي عنهم هما يتلفنوا لنا والله عنهم واقفين معاه. جاتنا رساله عندنا لا نفضحنا وتوف عنهم ولا ينطلص لين ينطلص وتوف عنا احنا هما اللي ما كنا جزء من الحد وطلصوا. انا بعد طالب من هون ما نطول عليكم طالب من محمد القزواني وطالب من وزير العدل عنهم يخاصوا القضاء اللي عندهم يشوفوا القضاة هو هذا شفتوا هذا مولي دخلي. نحن ما قدرنا أنا شخصيا ما قدر نحمل الدولة بدي القضاء الجالس مستقل وهذا القاضي اللي طالص ما قدر يأثر على إرادته هو، بالتالي يواجع حتى مولي ويلا بعد يعرف دحيل والمان ولوك الناس اللي واقفين معاه معنا نحن ما ناسين قضيته عنها ما هي تبرد عندنا يا غير مولي عنا ما لوك الدعوات اللي قالوا لنا شو العنف ما لنا واعدينهم قال عندنا اللي قالوا القانون وما نفتصل معه بالقانون من هون إلى يوم القيامة والله ما نحبس ما زال فينا حد حي ما لنا ساكتين فامنا. وتو شكرا جزيلا وما نبقى نطول عليكم طالب منكم كاملين حد شاف البث عنه يبارتاجي معنا قضية المغتصب ويوقف معنا ويطالب معنا عنه نحبس نظن عدو إن شاء الله تعالى وقفة بالأسبوع اللي نحن داخلين فيه ندور إن شاء الله نحددها لكم بعدين. شكرا جزيلا الله يحفظكم إن شاء الله.